عليكم، معكم ليلى بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة، ومرحبا بي معكم في اليوم 24. خاصو يكون في جميع مجالات ديال حياتنا، لانه احنا عندنا واحد الحياه اللي احنا مسؤولين عليها، والحياه واحد النعمه من الله سبحانه وتعالى، فمن الضروري على اننا نستغلوها في الحوايج اللي غادي ترجع لينا بالفائده. فاذا ما كانش الوضوح في حياتنا، في علاقاتنا، علاقاتنا الانسانيه، علاقاتنا المهنيه، مع انفسنا، جميع المجالات ديال حياتنا، لما كان فيها الغموض وما كانش فيها الوضوح، فما غاديش نكونوا غاديين يعني بهذاك الشكل اللي كرضينا حنايا، وما غاديش نقدروا اننا نوصلوا لاهدافنا بسهوله. فمن الضروري اننا نديروا نوضفوا الوضوح في اي حاجه. انا بغيت مثلا سورتو خصوصا في العلاقات، فاش كندخل واحد العلاقه من الضروري انني يكون واضح في علاقتي، كندير بحال كنقولوا القوانين ديال هذيك العلاقه والحدود ديالها، كنرسم لها واحد الاطار باش انا كنعرف فين غادي. علاقتي مع نفسي الا كان عندي واحد الهدف خاصني نوضحه، خاصني نعرف شنو هما الخطوات اللي انا بغيت نوصل ليهم بكل وضوح باش نقدر انني نوصليه بسهوله. فالوضوح ضروري ما يكون في حياتنا، وما يمكنش نبقاو غاديين بشكل عشوائي، فمن الضروري اننا نوضحوا اي حاجه بغينا نوصلوا ليها.